اللاعب عبد العزيز كامل زيزو محرز الهدف الوحيد لنادي الزرقاء. الف مبروك وتحب تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر لله على بعد الفوز على الجهاز الفني والجمهور المحترم اللي كان ساند النهارده، والحمد لله الحمد لله. طب زيزو، يعني تقييمك لاداء الفريق وبالنسبه للبعض فهم الاشاره اللي انت عملتها بعد احرازك الهدف كده، يعني عايز تعلق بيه؟ لا لا ما فيش حاجه والله، ده كنت بقى كان واحد من الجمهور بس كنت برد عليه بس مش اكتر منه. شكرا طبعا. تاني لي احترامه طبعا لكل التقدير. شكرا طبعا، يعطيك الصحه والتوفيق ان شاء الله. نجم اللقاء الاول في مباراه الزرقاء ونبرو، الف مبروك لاعب مانجا، تحب تقول ايه بمناسبه الفوز العظيم؟ الحمد لله المكسب 3 بونت جالينا قوي، بننافس يعتبر ماتش بستة بونت، الفرقة معانا في نفس البونت وفي نفس الترتيب تقريبا، نكسبها ان شاء الله. الحمد لله على المكسب، اهم حاجة بعيد عن الأداء، ان شاء الله الماتشات الجاية يبقى احسن من كده ان شاء الله. طب وبالنسبة للمباراة القادمة، يعني خلاص الفوز صفحة واتقفلت ولا هيبقى لسه في تفكير فيها؟ طبعا خلاص، النهاردة دلوقتي بنفرح مع الجهاز الفني، وبعد كده ان شاء الله بكرة نبدأ نركز في الماتش برضه في ملعبنا هنا، لازم 3 بونت غير ينقلونا نقلة تانية، نقدر ان شاء الله ان شاء الله نكسبه ونبقى في مركز احسن ان شاء الله باذن الله وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا. حارس مرمى الزرقاء احمد عبد الحليم ونجم اللقاء الثاني، يعني الف مبروك وعلى تألقك في المباراه، تحب تهدي الفوز لمين؟ الله يبارك فيك يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نهدي الفوز لجميل طبعا نادي الزرقاء، والنادي ده له فضل كبير علينا، وان شاء الله يعني نعمل حاجه السنه دي. احنا يعني واخدين من مجلس الاداره تحفيز من المدير الامني، الناس كلها في ظهرنا ان شاء الله، الشباب الرياضه كلنا ان شاء الله، لازم نادي الزرقاء يبقى في المقدمه باذن الله. السنه اللي فاتت يعني على 3 بونت ما صعدناش، السنه دي باذن الله يعني لو قلنا حق حاجه. اي نعم الماتش مفتوح، نص الملعب الاستحواذ برده ما فيش، هنظبط كل حاجه باذن الله، وان شاء الله بدانا 3 بونت اول مكسب على ارضنا باذن الله، يبقى ادينا دفعه وتاني مكسب بعد سمنود، يدينا دفعه للي جاي ان شاء الله، نشتغل و3 بونت بيجيب المكسب بيجيب مكسب، وان شاء الله نبقى باذن الله في المقدمه في الدوري ان شاء الله، ننافس الفرق الكبير باذن الله وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. الحاج سمير موسى رئيس نادي الزرقاء والمدير الفني الكفء لنادي الزرقاء، الف مبروك على الثلاث نقاط، يعني ثلاث نقاط ادوا دفعه قويه وتدفع بنادي الزرقاء وتقدمه مركزين او مركز، تحب تهدي الفوز لمين وتحب تقييمك ايه للمباراه؟ والله انا اقول يا رب شكرا انك انت اديتنا ثلاث بونت، يعني مش عايز اقول غير مستحقين، لان الفريقين كانوا وحشين، لكن هو ربنا وفقنا عوضنا اللي فات، وزي ما انت قلت دي ممكن تكون دفعه للفتره اللي فاتت، لان العيال نفسيا ومعنويا يعني واعيين، فان شاء الله الثلاثه بونت دول ربنا اديهم لنا يكونوا دفعه لنا باذن الله باذن الله. طب وبالنسبه للمباريات القادمه، يعني مباراه نبرو صفحه واتقفلت وهنفكر في اللي جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله، عندنا للاسف من الدوري كل 3 ايام 4 ايام ما بنلحقش نعمل حاجه، انا كان بقول يا رب ربنا يعيننا، لان عندنا يوم الاحد على طول مباراه مع هنا مع غزه شبين، واملنا في الله كبير ان احنا برضه ناخد 3 بونت على اساس ان احنا هنبدا بعديها يبقى فيه مستوى كويس بعد العيال ما تستريح وتستقر نفسيا ان شاء الله باذن الله وبالتوفيق ان شاء الله. متشكرين كل سنه طيبين ومرتبين. كابتن احمد مشالي نجم فريق نابارو، تقول النهارده الخساره، وكان تعادل مع فريق بنها، تقول الخساره النهارده؟ والله انا مش حظ، بس انت شايف الحكم وبنلعب معانا ناشئين كتير برضه لسه الخبره، مفيش الا 2 3 بس خبره، و مالناش حظ النهارده، وربنا يكرم المصري الجاي ان شاء الله. احنا بنشوف كابتن محمد صبري المدير الفني لنادي نابارو بيدفع النهارده باتنين على 10 جنيهات مع الفريق، لسه ما استجموش مع الفريق ولا ايه؟ لسه جايين بقى لهم 3 ايام، وربنا يسهل جوز في الراجل كويسين، وان شاء الله يجيب لنا اضافه جديده ان شاء الله. انت شايف النهارده بعد الخساره من نادي نابارو، شايف ان نادي نابارو يستعد لثقه ثاني؟ لا ان شاء الله نكسب الماتش الجاي بتاع السيرس ده، ان شاء الله نطلع بين البيت ونجيب 3 بونت ان شاء الله، ان شاء الله نكسب الماتش الجاي نرجع الثقه ثاني وناخد 10 بونت، نبقى لخمسه، يبقى لسه بدري قوي، احنا لسه في الدور الاولاني يعني، وان شاء الله لسه بدري يعني. بنشكرك كابتن. كابتن اسامه الزيادي المدرب عام نادي نابارو، بنقول لك هارد لك النهارده الخساره، وكان في ماتش بينها بالتعادل، تقول ايه النهارده؟ والله اقول التوفيق ما كانش معنا النهارده، احنا الحمد لله كنا مسيطرين على المباريات والامور في المباراه،
ولكن سبحان الله الكورة يعني ما قلت لهمش إلا كورة خطأ من حارس المرمى، الفرصة الوحيدة استغلوها قبل، لكن احنا أداءنا كان كويس ووصلنا في طيب الأولى من أكثر من فرصة، بس ما فيش نصيب وما فيش توفيق إن احنا نعمل نتيجة النهاردة، كان شيء قدر يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى. شفنا كابتن محمد صبري المدير الفني لنادي النبارون النهارده منفعل تماما، وشايف ان هو ما قدرش يطلع الشكل الطيب اللي هو كان مستنيه من نادي النبارون. والله فرقه الزرقاء يعني اداء يعني ككوره ما ادناش فرصه ان احنا نمسك ونلعب شغلنا اللي احنا متعودين عليه، الكره الارضيه واللعب في المساحات، الكره معظمها في طول الطايمين، الكره في الهواء، فدي كانت من ضمن الاسباب برضو اللي ما ادتناش فرصه ان احنا نلعب بشكل جيد قدامهم، ان ما كانش في كوره، فريق بيلعب على تكتيك معين، شلوط كوره في الناحيه الثانيه عاليه والتحامات، فما عشان كده ضربك الدنيا بالنسبه لنا. كابتن اسامه شايف فريق نابارو هل هيقدر اللي هو ينافس المباريات القادمه ولا هل سيظل في المكان ذاته؟ لا والله احنا مقدمين مباريات كويسه جدا، وانا بقول في بدايه حديثي ان التوفيق مش معانا خالص، احنا عاملين مباراه كويسه جدا قدام بنها وكنا نستحق فيها الفوز، لكن سبحان الله ما فيش نصيب ان احنا نفوز، كذلك برضه في ماتش الجمهوريه في الجمهوريه، ماتش شربين على الرغم ان احنا اتغلبنا 2-1، الطيم الثاني كاملا احنا وصلنا وفرص كتيره جدا، فسبحان الله ما فيش فرص، لكن الفرقه ماشيه كويس واحنا دعمنا الفريق بمهاجمين وفرقتنا ان شاء الله تكون افضل في المرحله الجايه باذن الله. بنشكرك كابتن اسامه. شكرا.